من أكبر متحف آثار في العالم، صباح الخير يا مصر، ينقل آخر مراحل العمل في المتحف المصري الكبير الذي يترقب العالم افتتاحه. كيف نجحت العقول المصرية في بناء هذا الصرح العملاق الذي يضم 100,000 قطعة أثرية وحديقة متحفية وأول مسلة معلقة في العالم ومتحف لمراكب الشمس؟ صباح الخير يا مصر يعانق كنوز توت عنخ آمون التي تعرض مجتمعة لأول مرة داخل المتحف الكبير. صباح الخير يا مصر، غداً 7 صباحاً على الفضائية المصرية.